معنا مكالمة معنا فاطمة زهرة من مراكش. ألو. صباح النور فاطمة زهرة، لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك، مرحبا. الحمد لله الله يبارك فيك. الشيء اللي قلتي لي سمعت كله زوين، كنشكرك بزاف على صراحة منكم تعلمنا وبكم تعلمنا. الحمد لله الحمد لله، هادشي كيف الرحمة اللي شاف والناس وقاعد الناس. بارك الله فيك معكم، صراحة كنشكركم بزاف. أنا من 2012 وأنا متابعة معكم، صراحة طلعت تعلمت بزاف الحوايج. الحمد لله، هادشي اللي كيف الرحمة. الحمد لله الله يقدركم الله يعاونكم. راديو سنة سعيدة. بارك الله فيك. مزيد من التألق والعطاء إن شاء الله. يا ربي أمين معكم إن شاء الله، وبتيسير الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يكون كل شيء مزيان. تبارك الله عليك فاطمة زهرة، مرحبا. اليوم غادي نعطيك مقبلات. أييه. ديال هاد البرد كيجيو زوين. مزيان واخا. غادي نبداو بوحدة ديال الجزر. أييه. كناخذوا الجزر الكيس تيبغينا ستيلو ولا كيلو ولا المهم على حسب كلا والكياس ديالو. كنقطعوه كنديروا معاه ضريصه ديال الثومه وكنديروا معاه ضريصه ديال الكرويصه ديال الجوده ديال السودانيه اييه ومليحه، وكنديروا كيطلق شويه اولا كنفوروه اللي درنا كيجي مزيان. المهم حتى كنشوف الى طلق حتى كنشوف من ديك الماء ديالو، كنديروا القياس الماء اللي نشف اللي ما نخويوش اولا نفوروه. كناخذوه من بعد ما كيطيب كناخذوا واحد المكيله لا سنه كنديروا فيها شويه ديال زيت العود، وكنعسو ديك التويمه اللي درنا نيت مع الجزر كنعسوها مزيان في هذاك الزيت، كنزيدو عليها مليحه وكنزيدو عليها واحد التنعيقه ديال الكمون واحد التنعيقه ديال التحميره. لا المليحه كنكون درناها معاه ملي كيكون كاتب من الاولى. كنشحرو ديك التويمه مع الكمون مع التحميره وكنرميو داك الجزر كنبقاو كنشحرو فيه وكنعسوه. اييه. بحال شكل ديال الزعير كنشحروه حتى كيشرب ديك الليقانه ديالو. كنديرو معاه واحد المعلقه صغيره ديال الحامض وكنقطعو واحد المعلقه ديال الربيع معدنوس وقزبر كنقطعو مرقق كنزيدوهم عليه وكنديو يشرب ديك هذاك الحامض وكنزيدو معاه زويتينات الزيتون موجود. اييه فعلا. كنديرو معاه ذاك الزيتون وكنحطو على السلع كيجي زوين وكيجي لذيذ صراحه الله. اييه. غادي نديك المقبله ديال البربه. اييه واخا. كناخذوا البربه كنقطعها حتى هي وكنسلقوها من بعد ما كطيب كناخذوا نحطوها عندك الماء كنديروا معها كنخليو فيها تقريبا غير واحد ربع كاس ديال الماء ديالها. إذا كان المهم غير شويه ما كنكثروش بزاف، ربع كاس ولا نفوتو شوي. وكنزيدوا معها واحد جوج معالق ديال الخل مع داك الماء ديالها، وكنديروا معلقة صغيرة ديال السنيدة والملحة، كتجيبي الملحة وحلوة واخا. وكنشدو بصيلة كنشنفوها رقيقة كنديرها مع داك الماء وكنزيدو عليها ديك الضربة وكنغطيوها ونخليوها تتبقى مرقدة في هذيك الميها تقريبا بحال هكا اللي درناها في الصباح في الغدا. حتى كتشرب مزيان ديك الميها ديالها راه كتجي رائعة للسنة. اييه شكون مختلفة. وكنقطعو عليها غير شوية ديال المعدنوس من الفوق. اييه كتزينو بها كتجي رائعة. يعطيك الصحة. ما بين الحلاوة والملوحة فعلا. غنزيدك ديال البقولة. اييه تفضلي. كناخذ البقولة، أنا الطريقة ديالي يعني راه كلها كاع الناس كيعرفوا كيف يقطعوا كل الطريقة ديالو. الطريقة ديالي أنايا اللي دقة عندي صراحة كتعجبك. تبارك الله واخا. كناخذ البقولة كنقطعها كنديرها في طنجرة ديال الضب. كناخد حامضه كامله طينه كنقطعها كنحيد لها غير القشره ديالها. الا كانت خضراء حتى ما كيكون شويه خضر ما كيكونش طيب بزاف، الا كان طيب كنقطعها ونحيد لها غير ديك العظيمه كنرميها. الا كان باقي خضر كنحيد ديك القشره باش ما تلقش لينا المروريه كتكون مره شويه. كنلقيها كنرميها في الصف منها كنزيد عليها دروس ديال الثومه كندير الثومه شويه الزيت. اييه. كنحط دوك ربعه ديال الدروس. واخا. كنحطهم كنديرها بالزيت بقشرتها كنزيد الزيوده ديال الحر كنزيد ربع كاس ديال الماء. هي كتعاود تلق الماء. اييه فعلا. والمليحه وكنسد عليها. كنخليها واحد الربع ساعه بعد ما تصفر الكوفات اللي قياس اللي تتكون طابت شويه دابا راه طريه تبارك الله موجوده طريه. كنحل عليها كنلقى نشفات من ديك الميه ديالها كنزيد عليها كاس ديال زيت العود وكنزيد معلقه ديال الكمون عامره وكنزيد معلقه ديال التحميره عامره مشا حمراء وكنبقى كنشحر وكنزيد واحد المعلقه ديال داك الماء ديال المصير
اييه كيكون عندنا ديال مراكش كيكون معلك يجي زوين فعلا. كنزيد معاه واحد المعلقه صغيره مع ديك الشحيره كنبقى كنشحر ملي كنقرب نطفي عليها كنربي طريف ديال المصير ميت وكنرمي زويتينات فتشحر من بعد كنحطها في الطبق وكنزينها بهذاك الزيتون ديالها. فعلا الله يعطيك الصحة. هي كتجي ممتازة كتجي زوينة. غير ملي قلتي ذاك الحامض المصير ذاك الماء ديالو اللي تيطلق راه تديريه يعني في هذا المقبل صافي باينة غتجي بنينة لأنه راه لا راه بصح كانت عندي واحد العرضة إلى هاد المقبلات كلهم كلهم كيمشي تبارك الله تبارك الله كيعجبو. لا فعلا لأنه هي تبارك الله هذه هي الطريقة ديالها وخاصة ملي كتزيدوا هذوك ديال الحامض المصير يعني هذاك أي فعلا لا في زعلوك ولا في